أنا الشاب وأنا الشاب، أنا الشاب وأنا الشاب، لا أعرف المستحيل ولا أرتضي بالخلود بديلا. أنا الشاب وأنا الشاب، أنا الشاب وأنا الشاب، لا أعرف المستحيل ولا أرتضي بالخلود. فلا يعقل أننا غادي نبقاو نخرجوا في مظاهرات اللي فيها الناس هازين تصور ديال تشي غيفارا، وهو ماشي مغربي. واش تشي غيفارا مغربي؟ معرفش انا واش كنشوفو، مع احترامي التام، احترامي الكامل والتقدير الكامل للاخوان ديالنا الامازيغ، ما كانش شي واحد غادي يزايد علينا في هاد المساله. هادوك خوتنا، حنا خوت ابناء وطن واحد. مع احترامي وتقديري الكامل للامازيغ، تنشوفوا الالام الامازيغيه اللي في نظري تيكون واحد الضوء اخضر للمخزن يتهمنا على اساس اننا حنا انفصاليين. اوكي، هاد المساله غندوزها لحقاش غادا كاين بزاف اللي غادي يستغلوا جوج كلمات ويتكاو على العروب يقولوا له انت بابا انفوتها. واش ماشي من حقنا حنا كمغاربه مسلمين نهزوا علامات مكتوب فيها لا اله الا الله محمد رسول الله؟ ماشي من حقنا حنا مغاربه خارجين في انتفاضه شعبيه نهزوا تصاور ديال الرموز ديالنا حنا مغاربه؟ بغيت نهز التصويره ديال الكلم خطابي، بغيت نهز التصويره ديال جي جيفارا انت جايبيه من امريكا اللاتينيه، انا بغيت نهز التصويره ديال عمر المختار. تقول لي لا، ما عجبكش حاجه تقول لي هذيك التصويره سياسيه. شعار بغيت نقول لا اله الا الله محمد رسول الله الشهيد حبيب الله، شعار سياسي ممنوع داخل الحركه. بغيت نقول لا اله الا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله، غتقول لي شعار سياسي وغتقول لي الجهاد هو القنبول، وانا غنقول لك لا، الجهاد ديال النفس. انا راه كنجاهد نفسي بعدا باش ننزل معاك في المظاهره، انا كندير الجهاد ديال نفسي، كنجاهد نفسي باش نرفع الشعار اللي ترفع من السقف ديال الحركه. الا كنت انت عندك شي فهم خاص للكلمات ديال الاسلام فسير دير شي مظاهره مع شي وحدين اخرين اللي بحالك. حنا مواطنين مغاربه تنفهموا بعضياتنا وتنفهموا المصطلحات ديالنا. لا يعقل ان في الثورات ديال مصر وديال تونس وديال اليمن وديال البحرين وديال سوريا الشعب تيعبر على هذاك الشيء اللي داخل عنده بدون قيد ولا بدون قيود، يتحرر. فاحنا كنهربوا من استبداد المخزن ندخلوا في استبداد ديال القاعديين اللي حتى وقت قريب اوائل ديال التسعينات كانوا تيتبولوا على القران الكريم وتيلطخوا الحيوط ديال الجامع ديال الجامعه بالغائط ديالهم، وكانوا تيفرشخوا عباد الله، وكانوا تيمارسوا الاستبداد السياسي بابشع صوره. وتيجيو دابا باش يعطيونا دروس في الديمقراطيه، يقولوا لنا هذه الديمقراطيه كما معترف بها كونيا. وسيروا بعدا تعلموا انتم الديمقراطيه وعاد اجي علمونا حنا المغاربه الديمقراطيين، ولا سدوا عليكم انتم الاسلاميين في شي بيت وتعلموا الاسلاميين الديمقراطيه حيت هما مساكن ما تعرفوش، وخليونا عليكم حنا الشعب في الثقه. ما تبقاوش تجيو عندنا المظاهرات ديالنا، سيروا سدوا عليكم انتم الاسلاميين، والاسلاميين مساكن مقلوب عليهم قفات يجلسوا حداكم مساكن دراوش تيقول لكم ايه نعم بصح عندكم الحق ايه بصح علمونا. سيروا سدوا عليهم انتم يعلمكم الديمقراطيه، وخليونا حنا ندافعوا على عباد الله اللي تتغتصبوا عندنا في المغرب اغتصاب جنسي. خليونا حشومه تولي تجي قاوريه من الخارج من الانجليز وتجي حتى لعندنا المغرب وتدافع بكل القوه، وتحيه عاليه لها اللي جات عندنا من الانجليز باش تدافع علينا على مواطنين مغاربه تتغتصبوا داخل المغرب. غادي نستغل هذه المناسبه باش كمواطن مغربي، وحنا نحن نعيب على المخزن انه ما تسمعش الصوت ديالنا ديال الشعب. فانا مواطن مغربي وغادي نخاطب المغاربه بجميع مكوناتهم، بالاسلاميين ديالهم وباليساريين ديالهم وبالناس اللي ما اسلاميين ما يساريين بحالي. فكمواطن عادي غادي كنخاطب الشعب المغربي كامل، انا ادعو في هذه اللحظه التاريخيه الحرجه الى
اللي كيعيشها المغرب الى حلف الفحول. هذا الحلف ديال الفحول بغيت يكونوا فيه غير الرجال ديال بصح ماشي ديال الكارتون. اللي راجل ديال الكارتون وباغي يناقش والديماغوجيه والرأي الديمقراطيه وداك الشيء يمشي يسد عليه. تنهضر على الفحوله الرجاله ديال بصح. وهنا اشير على ان المغرب الان فيه عرام ديال العيالات اللي يتوزنوا بألف راجل. ففاش تنقول حلف الفحول راه داخل فيه حتى العيالات اللي كل امراه منهم تتسوى ألف راجل. فادعو المغاربه الى حلف الفحول اللي غدا تكون المهمه ديالو هي الدفاع على اي واحد تمس الكرامه ديالو داخل المغرب. فاش تنهضروا على الكرامه تنهضروا على الكرامه الانسانيه ديال الانسان المغربي. ما نبغيوش يتغتصب او لا يتقاصل في الكرامه ديالو باي شكل من الاشكال. حتى الا دخلتي لبيت النعاس ديال شي مواطن مغربي بدون اذن قضائي فهذا كنعتبره يعني تيحط من الكرامه ديال الانسان. هذا الحلف كنتمنى باش هذا النداء هذا يلقى اذان صاغيه. وكما تنعرفوا وعلى المسرق قدره وعلى المقتري قدره. حنا تنتشكاو لسيدي ربي الضعف ديال الحيله ديالنا. انا ادعو من هذا الموقع اي مواطن مغربي كيف ما كان اللون ديالو والمعدن ديالو والايديولوجيه ديالو والخلفيه ديالو، اي مواطن مغربي تكون فيه غرام ديال المواطنه. وتندعو اي مسلم مغربي ما فيش غرام وما فيش نص غرام، فيه ربع غرام ديال الاسلام، كندعوه لاول نشاط ديال هاد حلف الفحول اللي تنقترح باش يكون هو فاتح اكتوبر امام البرلمان المغربي اللي بالمناسبه ما سمعناش الى حد الان جبد هذا الموضوع في الوقت اللي هذا البرلمان فيه مسلمين. حتى هو ماشي فيه مسلمين، هو راه كله مسلمين، ولكن فيه واحد الفئه ديال الناس اللي المرجعيه ديالهم اسلاميه والمظهر ديالهم يوحي على انهم ناس تقات وناس تحترموا وتعظموا حرمه ديال الانسان المؤمن. حتى هاد الناس هادو ما سمعنا لهمش اثار كاع اطلاقا، صمت رهيب، وكان حرمه الانسان المغربي اللي شاد المخزن لا تساوي عندهم شيئا. فانا ادعو جميع المغاربه كلهم عيالات ورجاله كبير وصغير اللي فيه ذره ديال الانسانيه واللي فيه ذره ديال المواطنه واللي فيه ذره ولا ربع ذره ديال الاسلام يهبط لينا قبيله البرلمان المغربي في فاتح اكتوبر في وقفه غادي يكون من 10 صباحا الى 4 مساء 6 ديال السوايع. غادي نوجهوا فيها رساله للمعنيين بالامر اللي باش يطلقوا جميع المعتقلين السياسيين اللي في المغرب وعلى راسهم معتقلين ديال السلفيه الجهاديه. فتنشكر مسبقا اي غيور واي انسان مغربي اي مواطن مغربي واي مسلم مغربي غادي يهبط في فاتح اكتوبر لقباله البرلمان باش يرفع الصوت ديالو عاليا ويقول لا للظلم ولا للاستبداد ونعم لكرامه المواطن المغربي. ولازم باش نبقاو نناضلو حتى يطلقوا جميع المعتقلين السياسيين في المغرب وعلى راسهم المعتقلين ديال السلفيه الجهاديه. وهنا تنقول وبصوت مرتفع جدا جدا تنتمنى باش المغاربه يهزوا معاهم القران الكريم، تنتمنى باش المغاربه يهزوا معاهم لافتات مكتوبه فيها لا اله الا الله محمد رسول الله، باش يهزوا شعارات ديال المغاربه يقولوا فيهم اللي بغاو بدون قيود، يهزوا اللي بغاو يهزوا القران. انا تنقترح القران الكريم، انا كنقترح باش الناس اللي غادي ينزلوا ينزلوا معاهم لي زاباراي كاميرات باش يصوروا، حقاش المخزن ما غادي يتعرض ليناش بالورد، المخزن غادي يتعرض لينا بالضرب.
وبغينا نصوروا كيفاش المخزن المغربي غادي يبقى يعفس على القرآن الكريم، بغينا نصوروا كيفاش المخزن المغربي غادي يتعدى لنا على عيالاتنا وعلى ولادنا الصغار وعلى بنيتاتنا الصغار وعلى الرجال الكبار، على الشياب وعلى الشيوخ، بغينا نصوروا هذاك الشيء وبغينا نوريه للعالم بأسره. ولا نعود للموضوع، وأكيد فاتح أكتوبر سيكون لها ما بعدها في جميع الحالات، وخا ما ينزل حتى واحد ضروري لها ما بعدها، ولنا موعد مع فتح أكتوبر. وأخيرا تنقول الجميع بأننا تلزمنا كثير جدا من التواضع، وكنتمنى ختاما باش ما يكونش هاد الحراك المغربي، باش ما يكونش ربيع ديال الثورة المغربية يكون خريف على النخبة السياسية المثقفة في المغرب، اللي الناس في الناس والناس غادا تتحفر على الفاس. فما بغيناش حنا شي تشرق شي تغرب، حنا نحارب الاستبداد وواحد عاد بغي جلس ويناقش، فبغينا بنادم ينوض ويتحزم ويترزم وينزل يقطع الصباط، وحتى الهضر يقول لنا كلام اللي غادي يفيق به الشعب المغربي وغادي يكون لصالح الحركة. ما بغيناش كلام اللي يكون كله اتهامات وكله أباطيل وكله ضحك على الدقون وكله استهزاء. شكرا على انتباهكم، ولنا عودة للموضوع، وأكيد غادي نرجعوا للموضوع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا الذكر هذا السلام، دابا اللي قلتي السلام عليكم تقولوا انت اسلامي، قلتي مساء الخير انت ملحد. فبزاف ديال الناس كانوا صنفوني في الاول على اساس انني اسلامي، من بعد دابا الان تصنفوني على اساس انني ملحد. واخا تنصلي وتنصوم وتنشهد، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا ملحد ماشي ملحد الحمد لله. السلام عليكم، ولنا عدنا وعودا للموضوع.